اهلا بحضراتكم من جديد كابتن هاني. بسم الله ما شاء الله عليه، النجوم كلها بتحب حضرتك ويعني طبعا لعبت كلهم مع معظمهم. طبعا كلهم نجوم كبار، وانا سعيد طبعا بالكلام اللي قالوه كلهم. يعني انا لعبت معاهم مع معظمهم، فبشكرهم على كلامهم وان شاء الله يكون عند حسن ظنهم باذن الله. كابتن هاني بعيد اعلاميا عشان كده ملوش حظ في التدريب. خالد عنده حق في الجزئيه دي شويه، يعني انا للاسف حتى المعدين بيتضايقوا مني جدا على موضوع ان مفيش اتصال مباشر بيهم. ممكن يكون ده جزء من نجاح، يعني جزء من نجاح انا بعيد عنه شويه، ان انا مش متواجد في دايره الاعلام شويه، او علاقاتي بالاعلام مش على المستوى المطلوب. ده خطا مني انا، يعني مش من الاعلاميين، فان شاء الله الفتره الجايه تتحسن باذن الله. كابتن هاني، واحد من الماتشات المهمه جدا لحضرتك في مسيرتك وبدايتك قبل احترافك، مباراه ايه يا كابتن؟ دي مباراه ايه دي؟ في ليون، دي في فرنسا ولا ايه؟ لا، مباراه ده منتخب مصر. منتخب مصر في استعدادات كاس العالم 90، ده في استاد القاهره. لا، ده كان خارج مصر. بالظبط، انا بتكلم بس وتعليق حضرتك على النجوم اللي موجود. كفايه الصوره بتتكلم، يعني وسطيهم بسم الله ما شاء الله ليجندز كلهم واساطير. طبعا. كلها اسامي كبيره، كلهم نجوم كبار جدا. وخلي بالك المجموعه ده والجيل دوت، لما انا دخلت انا كنت اصغر واحد فيهم. يعني مش هقول لك دخلت بسرعه ازاي، نتيجه ان هم هزار بيهزروا معايا، يعني حته الشده دي فكوني خالص. يعني حسيت ان انا يعني انا عضو في المنتخب او في النادي الاهلي بقالي كتير جدا، فهم كلهم نجوم كبار. والجيل دوت في اعتقادي جيل عظيم، كلهم اسماء كبيره جدا جدا، وكان ليهم فعلا فضل عليا ان هم دخلت في وسطهم بسرعه. والحمد لله بدأت مشواري من عن طريق منتخب مصر وعن طريق النادي الأهلي. مين يا كابتن من اللعيبة اللي كانت دايما تشاكس في الكابتن هاني رمزي؟ تشاكس فيا؟ لا، يعني كنا هشام ياكن طبعا على طول معايا في المنتخب، كنا دايما في أوضة واحدة. أنا من طبيعتي كنت هادي شوية، يعني واخد جنبك يعني على جنب شوية كده، كنت هادي شوية. لكن زي ما بقول لك، هو كانت الروح حلوة قوي يا عمر، يعني الروح كانت جميلة جدا. وأنت أكيد بتشوف روح اللعيبة لما بتلاقي فريق جوه الملعب بيحارب، ده دليل ان هم بره الملعب بيحبوا بعض، وبيكون في علاقات على اعلى مستوى ما بينهم. ف يعني كان في بعض طبعا في مواقف كتيره جدا جدا. هشام يكن، وكان كابتن علاء ميهوب، وكان كابتن احمد شوبير، كلهم نجوم كبار، لكن بره الملعب يعني دمهم خفيف قوي. طب فين الكابتن حسام حسن؟ ماله كابتن حسام حسن؟ لا، حسام انا عشت معاه. حسام انا عشت معاه. كابتن، يقال ان في بعض الخلافات ما بين الكابتن هاني رمزي والكابتن حسام حسن. هو مش خلافات، انا بقول لك انا حسام قعد معايا يعني فترات المنتخب، ويمكن في اوائل احترافي حسام جه قعد معايا في نيو شاتل. كنا عايشين في بيت واحد، انا وهو وابراهيم، فدي عشره عمر كبيره جدا. فعلشان كده الواحد بيصعب عليه لما بعد عشره العمر ديت بيكون في بعض المواقف اللي انا يعني مش متفهمها بشكل يعني مش متفهم حسام فيها بشكل كويس. لكن ما فيش نقطه خلاف معينه، يعني ما تقدرش تقول في خلافات، لكن ربنا يهدي الامور يعني، والامور تمشي كويسه. لكن انا ما عنديش مشكله خالص مع حسام، لكن هي دايما حسام انت عارف متوتر وعصبي، وخد العصبيه دي معاه في التدريب. للاسف انا بقول ان حسام لو كان اهدى من كده شويه، او عنده نوع من انواع الثبات الانفعالي شويه، كان زمانه مسك مدرب منتخب مصر. لكن هي الجزئيه ديت العصبيه شويه في ادائه التدريبي خارج الخطوط، يمكن يعني الكلام ونقاش وبعض الحاجات اللي بتتعمل، اعتقد يعني بيخسر بيها ما بيكسبش بيها للاسف. يعني انا كابتن عايز اكمل، بس لازم اروح فاصل ضروري نطلع فاصل يعني. كابتن هاني رمزي، خليكم معانا.